مساكم الله بالخير وحياكم الله بداية حلقة جديدة من برنامجكم الدوري مع وليد على SBC وإذاعة جدة FM. اليوم انتخب الآن رسميا عبد الله مؤمنة الرئيس 41 للنادي الأهلي، وإن شاء الله تكون هذه يعني نهاية مرحلة يدخل فيها النادي الأهلي بالاستقرار. يعني عبد الله مؤمنة هو ثامن رئيس للأهلي في 4 سنوات ونص، كثير تغيير كبير في مقعد الرئاسة في النادي الأهلي. على الجانب الآخر أيضا عندنا اليوم يعني في ضغوط كبيرة جماهيرية نصراوية صار لها يومين من أجل تعديل وضع الفريق، خاصة بعد نزيف النقاط اللي صار وفقدان الصدارة، والنصر الآن داخل على دوري أبطال آسيا زي الهلال والتعاون والأهلي، بس النصر بالذات لأنه راح يفتتح المبارياته في البطولة بعد بكرة الاثنين، وعليه ضغط كبير من الجمهور أن يحقق إنجاز مشابه لما حققه نادي الهلال، هو حامل اللقب نادي الهلال، هناك ضغوط كبيرة جماهيرية نصراوية أن الفريق لابد هالمرة يسجل حضور مختلف في دوري أبطال آسيا، لأن أصبحت المقارنات الآن بين الجمهور كبيرة، لما عادت المسألة منافسة محلية ولا قصة العالمية والأسيوية، خلاص الروس تساوت، فبالتالي أصبح الآن البطولة هذه بعد ما كان الهلال هو اللي كان عنده مشكلة كيف يقدر يوصل بطولة العالم، أصبح النصر الآن عنده هو المشكلة أنه ما يقدر يحقق دوري أبطال آسيا، وهذا يعني حفز جمهوره العريض للضغط الآن على النادي أنه لابد تكون البداية قوية في مباراته مع السد القطري يوم الاثنين المقبل. راح يكون عندنا ملفات كثيرة، بس خليني أعرض عليكم سؤال حلقتنا اليوم. السؤال الرئيسي اليوم يقول، وين الورقة؟ السؤال الأول يقول ماذا سيحدث ببقية الموسم بعد انتخاب عبد الإله مؤمنة رئيسا للأهلي؟ أعطيناكم 3 خيارات: 1 متفائل، 2 لا تغيير، 3 غير متفائل. يعني تشاركونا في الإجابة على هالسؤال هذا على حساب البرنامج في تويتر واللي يظهر أمامكم الآن على الشاشة. نبدأ حلقتنا مع العناوين. عبد الإله مؤمنة الرئيس 41 للأهلي والثامن في 4 سنوات فقط. ومنصور بن مشعل يبارك للرئيس ويذكر كرة القدم خط أحمر. الهلال وصل دبي ويقابل شهر الإيراني دفاعا عن الأسيوية. ضياع الصدارة ونزيف النقاط يشعل جدلا جماهيريا في النصر. السويكت يطالب الجمهور بالوقوف مع النادي في بداية الأسيوية. فحص 8 لاعبين من الاتحاد في زيارة مفاجئة للجنة المنشطات. حياكم الله من جديد، الدوري مع وليد على SBC وإذاعة جدة FM. ضيوف اليوم موسى المحياني الناقد الفني في البرنامج، وعبر الأقمار الصناعية من الرياض الزميل العزيز عادل التويجري، وراح يكون معنا في فترة لاحقة في الفقرة التحكيمية الخاصة الأسبوعية الكابتن فهد المرداسي المستشار التحكيمي للبرنامج. سؤال أيضا آخر في حلقة اليوم، برأيك ما هو أهم حدث رياضي استضافته السعودية مؤخرا؟ احنا عارفين المملكة استضافت عدة أحداث كثيرة في الأشهر الماضية، لكن خذنا الأربعة الأبرز الأخيرة نشوف الجمهور يعني إلى أي لعبة يميل، إلى أي حدث يميل. طبعا كرة القدم أكيد بالتأكيد راح تكون الأكبر، بس دائما احنا نركز نشوف إيش رقم 2، إيش الشيء اللي راح يكون الخيار رقم 2 عند الجمهور، يعني نستقرأ منها أيضا المزاج العام لهذه الأحداث وإيش أكثر الأحداث اللي يحبونها الناس أو اللي تابعوها أو اللي أثرت فيهم. 1 سوبر آسيا، سوبر أسبانيا، 2 سوبر إيطاليا، 3 رالي داكار، 4 نزال الدرعية للملاكمة. يعني تختار واحد من هال4 خيارات في رأيك، إيش هو الحدث الأهم اللي استضافته المملكة العربية السعودية مؤخرا؟ خلنا نسأل موسى المحياني. موسى مساك الله بالخير، إيش تختار منهم؟ مساك الله بالنور الصراحة، وشي مساء عليك وعلى زميل عادل وعلى سادة المشاهدين والمستمعين. أنا أختار صراحة بحكم
انتمائنا اكثر شيء لكره القدم ان نروح مع السوبر الاسباني اكيد. هو طيب. صراحه السوبر الايطالي اكيد بطوله مهمه، لكن سوبر اسبانيا بسبب حضور 4 أندية وكل الانديه صلها باع طويل في الكره الاوروبيه، فانا اروح مع سوبر اسبانيا. طيب خلينا ناخذها بطريقه ثانيه، انت رتب لي اياهم حسب اهتمامك فيهم. رقم واحد انت قلت سوبر اسبانيا. سوبر اسبانيا، سوبر ايطاليا، نزال الدرعيه، رالي داكر. اوكي، نرحب بالزميل عادل التويجري، حياك الله ابو غيداء. اهلا وسهلا، مساءك بدو على الزميل موسى اول المشاهدين الكرام. ايش تختار من بينهم؟ شوف احنا يعني كل التركيز على كره القدم. بالتاكيد يعني حروح غالبا مع الاسباني، لكن اعتقد انه رالي داكر واحد من اكبر المناسبات اللي استضافتها المملكه، لانه رالي عالمي لاول مره يتم استضافته. الامكانيات كبيره جدا، في له عمق ثقافي واجتماعي كبير جدا، يتجاوز مرحله مباراه مده 90 دقيقه وتنتهي. انت تتكلم عن رالي فيه على الاقل فترات طويله جدا، فيها اماكن كثيره جدا، فيها رسائل كثيره جدا، فيها وسائل عالميه من كل الدول، دول كثيره، دول مشاركه، مشاركين من يعني حدث فعلا فعلا. انا اعتقد انه هو الابرز، انا يعني بالنسبه لي على المستوى الشخصي، اذا كان السؤال هو ما هو ابرز حدث رياضي استضافته السعوديه مؤخرا. طيب بما ان احنا نتكلم ايضا كنا عن النادي الاهلي، خلينا نطرح عليكم السؤال اللي طرحناه على موضوع ماذا سيحدث ببقيه الموسم بعد انتخاب عبد الله مؤمنه رئيسا للاهلي. موسى المحياني، انت ترى ايش من الخيارات الثلاثه اللي تختار هذه؟ متفائل ولا شايف لا تغيير ولا غير متفائل؟ لا انا اروح مع متفائل حقيقه. اول شيء الاستاذ عبد الله، اول شيء نبارك له ونقول الله يوفقك ويعينك، لانه الحمل ثقيل، ما حمل ما هو سهل، خصوصا بعد الفترات يعني عدم الاستقرار والفترات اللي حصل فيها نزاع كبير في الادارات الاهلاويه متعاقبه، لذلك هو الحمل ثقيل جدا. انا صراحه متفائل، من حق الجمهور المطالبه بالنتائج، من حق الجمهور المطالبه بالعمل، لكن واجب عليهم الدعم والصبر لهذه الاداره. الاهلي يفتقد الاستقرار من وقت طويل، والاستقرار عامل مهم جدا في المنظومات الرياضيه. انا اتمنى استمرار اداره الاستاذ عبد الله مؤمنه ونائب الاستاذ الدكتور ياسر محروس ل4 سنوات على الاقل، لازم تكمل 4 سنوات وممكن تترشح ل4 سنوات اخرى. هذا الشيء اللي ينتج للاهلي، اما انهم يحققون الانجاز المنتظر او الانجازات المنتظره للجمهور الاهلاوي ولمحبي الاهلي، او ياسسون لعمل. لو نفتكر ابو بدر، اخر استقرار حصل في اداره الاهلي كان مع الامير فهد بن خالد اللي مسي عليه بالخير، استمر 6 سنوات. حقق الامير فهد بن خالد، صحيح انه ما توفق كثير يعني في الانجازات الكبيره، لكن مباشره جاء بعده الاستاذ مساعد الزويري وحقق ثلاثيه. لذلك الاستقرار عامل مهم. اذا انت ما انتجت في النهايه، الامير فهد بن خالد له دور في انجاز مساعد الزويري. انت استاذ عبد الله مؤمن، ان شاء الله انك تحقق، ما حققت حيكون لك دور اكيد في الانجازات التي تليها. لذلك الاستقرار امر مهم. انا رساله الجمهور الاهلي وبدر في هذا الموضوع تحديد، الكمال مجرد وهم، الكمال مجرد وهم، غير موجود ابدا، غير موجود في كل نواحي الحياه، في شتى نواحي الحياه لا يوجد كمال، اكيد في اخطاء. استاذ عبد الله مؤمن الان راح يبدا وهو شخص مؤهل وله خبره في الاهلي وله خبره في الاتحاد السعودي، راح يصيب وراح يخطي. لازم ان الناس تتحمل الخطا. البعض يعتقد انه اقترافك للخطا انت الخطا نفسه لازم ترحل، وهذا شيء مو صحيح. الخطا هو الخطا، انا شخص عملت صح وعملت خطا، ليس من الجميل او من الدعم انك انت يعني ما تنظر لصوابي وتنظر لخطئي وتطالب بالرحيل. انا اتمنى انه الكل يدعم الاستاذ عبد الله مؤمنه، واكيد يدعم الامير منصور. الامير منصور الان هو الداعم الاول له، لذلك ان شاء الله انهم يتكاتفون لما فيه الجميل والصالح للاهلي. ابو غيداء، اتوقع رقم 2 لا تغيير. ليه؟ بكل صراحه التركيبه في الاهلي خطا، ما تزال خاطئه. هذه التركيبة مش موجودة لا في النظام الأساسي ولا في المشهد العام الرياضي في الأندية، أن يعني يكون في جمعية عمومية تمارس أدوارها، تمارس صلاحياتها، ويكون فيها إدارة مستقلة تمارس أدوارها وصلاحياتها. أنا أدرك تماما حب وعشق الأمير منصور مشعل للأهلي، وأدرك تماما أنه قدم الكثير بكل صراحة، لكن التركيبة الإدارية بهذه الطريقة لن تنجح بكل صراحة. حتى لو حقق الأهلي الدوري لن يتغير موقفي. التركيبة هذه خاطئة، لن تخدم لا في الأهلي ولا في غيره من الأندية. طيب كل نادي نادي له تركيبته، مش بالضرورة الأندية كلهم شكل واحد يعني. إذا نتحدث عن الأصل. إذا طالما تقول كل نادي له تركيبته، إذا نتحدث عن الأصل. الأصل أن الإدارة إدارة، والرئيس رئيس بكل صلاحياته،
ما في شيء اسمه تتخذ قرارات إدارية والأمور الفنية اللي في النادي هذه مسؤوليتي أنا، لا، رئيس النادي هو الذي يستطيع يتخذ أي قرار في أي وقت دون أي ضغوط، هذا هو رئيس النادي. المشهد في الأهلي أنا أراه بكل صراحة لم يتغير، قد اختلفنا مع أحمد الصائغ كثير بشكل كثير جدا، وحتى في قضية مثلا عدم سموه على خلافاته، لكنه في النهاية قال لك لا أنا خلاص وصلنا مرحلة، يعني من رحل بإدارته بقوة القانون وهذا أمر جميل جدا ما في مشكلة، لكنه يشهد للرجل على الأقل أنه قال لا. طيب أبو غيدا بس هذا الأمر مهم جدا، أتمنى إن شاء الله أكون خاطئ، لكن بكل صراحة هذه التركيبة أتحدث مش عن الأهلي، أتحدث عن كل الأندية السعودية، هذه التركيبة تركيبة خاطئة، يجب أن يكون رئيس النادي ونائب رئيس النادي والرئيس التنفيذي لهم مطلق الصلاحية، لا يمكن يكون في عندك مشرف رئيس تنفيذي يتخذ قرارات صلاحيات فيه وتحديدا في كرة القدم. طيب أبو غيدة خلينا نتفق معاك أول شيء في كلامك بشكل عام، كل واحد المفروض أن يأخذ صلاحياته بالكامل، رئيس نادي مدير تنفيذي كل واحد حسب النظام الأساسي، يعني حسب عادل حسب ما كفله النظام، يجب أن لا يكون أي شخص أقل من رئيس النادي لديه صلاحية أكبر لا من رئيس لا النادي. هذا كلام مو صحيح، هذا كلام مو صحيح حسب وجهة نظري أنا أرى أنه أنا مثلا مدير تنفيذي لكرة القدم، رئيس النادي ما يقدر يتدخل في كرة القدم بوجودي، حتى هو رئيس النادي ما يقدر يتدخل بوجودي. إيه بس أنا الرئيس، أنا الرئيس شوف أنا ما يقدر يتدخل مباشرة، رئيس النادي يتدخل، بس أنا أقول لك أبو غيدة خليني أكمل فكرتي، أنا أقول الموضوع هو توزيع صلاحيات، هو توزيع صلاحيات. الأمير منصور بن مشعل يرى أنه هو الآن المشرف الأول على كرة القدم، ولا يسمح بأي تدخل حتى من رئيس النادي في خلق. أنت ممكن تجلس مع الأمير منصور وتتكلم معه، أنا أشوفه شيء ما هو أمر سيء. الأهلي أنا عارف، أنا أقول أبو غيدة قدرات مالية، لكن لو كان مشرف مو سلم حياني، لا الرئيس هيمشي كلامه، يمشي كلامه كيف؟ من دون يرجع لي؟ لا يمشي عليك، مش ما يشتغل من دون يرجع لي، يعطيك أوردر، يعطيني أوردر يقنعني فيه، لا ما يروح يروح يتخذ قرار في كرة القدم وأنا موجود أبدا، ما أنا ما استمر، لا مو من حقه. شوف يا أبو غيدة، أبو غيدة بس أكمل الفكرة، أنا الحين لو دخلنا في تفاصيل الأهلي، الأستاذ عبد الله مؤمنة رجل أكاديمي ورجل الأستاذ عبد الله مؤمنة حيركز زي ما قال الأمير منصور سابقا وتكلم فيها حتى مع إدارة الأستاذ أحمد الصايغ، إنه يبغى إنه الإدارة تركز مثلا على الموارد المالية، على حوكمة النادي، على 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 هو يرى نفسه أبو غيدة، بس دقيقة، هو يرى نفسه في كرة القدم، ليش هو يرى إنه القرار، وأنا أتفق صراحة في هذا الموضوع غض النظر على الأمير منصور أو غيره، القرار دائما لازم يكون في كرة القدم من وجهة نظر واحدة فقط، واحدة، سواء الأمير منصور أو غيره، ولازم صانع القرار في كرة القدم، لازم صانع القرار سواء رئيس نادي أو غيره أبو غيدة، وهذه واحدة من أكبر المشاكل، هذه واحدة من أكبر المشاكل اللي تعاني فيها كرة القدم في المنطقة العربية، أنا ما بقول بس في السعودية، لأنه الكل يتكلم بهذا الموضوع، صانع القرار لازم يكون متواجد بالنادي ويرى التفاصيل اليومية في النادي، وإلا قراراته معظمها حتكون خاطئة، لذلك المدير التنفيذي اللي يكون في كرة القدم اللي يتواجد بشكل يومي في النادي هو الأصلح والأقدر على اتخاذ القرار. الأمير منصور يتواجد بشكل يومي في النادي، لذلك من حقه يتخذ القرار. رئيس النادي إذا كان بيتواجد بشكل يومي في النادي واتفق مع الأمير منصور إنه هو اللي يصدر القرار، من حقه يصدر القرار. فلذلك توزيع المهام أمر مهم في المنظومة الرياضية. خلينا نشوف نتيجة الاستفتاء الآن. السؤال الحلقة المطروح على الحساب يقول لك ماذا سيحدث ببقية الموسم بعد انتخاب عبد الله مؤمنة رئيسا للأهلي؟ 28% يقولون متفائلين، 49% يرون إنه لا تغيير، 23% غير متفائلين. عون التصويت متاح على حساب البرنامج في تويتر، حين جاوزنا 6000 مصوت حتى الآن على حساب البرنامج. زكة الجمعية العمومية اليوم للنادي الأهلي عبد الله مؤمنة رئيسا لمجلس إدارة النادي الأهلي لمدة 4 سنوات مقبلة مع أعضاء مجلس الإدارة المرشحين، وعقدت الجمعية العمومية اليوم بحضور 34 عضو وبإشراف اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية التابعة لهيئة الرياضة. هذه أمامنا لقطات للجمعية العمومية اللي عقدت اليوم في النادي الأهلي في مدينة جدة، طبعا تابعها الزميل وليد الخضير مراسل البرنامج، تواجد خلال الجمعية العمومية وتابع كل فعالياتها وأحداثها. عبد الله مؤمنة طبعا هو الرئيس رقم كم؟ هو رقم 41 في رؤساء النادي الأهلي، لكن هو الرئيس الثامن
من 2016 من يوم يعني من وقت ما ترأس الناس النادي مساعد الزويري. مساعد الزويري ترأس الأهلي 2015-2016، بعده جاء أحمد المرزوقي موسم 2016-17، الأمير فهد بن خالد جاء كمل موسم 2017، بعد كذا الأمير تركي بن محمد العبد الله أيضا كمل موسم 17-18، وبعد كذا ماجد النفيعي استلم الفريق موسم 18-19، بعدين عبد الله بهترجي كمل موسم 2019، بعدين جاء أحمد الصايغ استلم الفريق 2019-2020، والآن عبد الله مؤمنة في موسم 2020. يعني أربع سنوات ثمانية رؤساء في سنة من السنوات، ثلاث رؤساء، يعني كمية تغييرات غير مسبوقة أظن ولا في نادي من الأندية على الأقل الجماهيرية الكبرى. ويمكن هذا يورينا إيش اللي صار في النادي الأهلي الفترة الماضية. مجلس الإدارة اليوم اللي تم انتخابه، طبعا عبد الله معتوق مؤمنة رئيس لمجلس الإدارة، دكتور ياسر محمد محروس نائب الرئيس، ودكتور عمر بن إبراهيم أبو العلا عضو، وخالد محمد الشهري عضو، وطريف بن محمد حلواني عضو، خالد بن تركي النهاري عضو، ياسر بن مدني علاقي عضو، طارق بن عبد الله خليفة عضو. هذا مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي اليوم اللي تم تزكيته في الجمعية العمومية. الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي يتحدث مع الزميل وليد الخضير. لا شوف صراحة أنا كنت واضح مع الأخوان، طبعا كرة القدم خط أحمر، يعني هم عندهم عملهم وأنا عندي عملي، إن شاء الله أنه هم طبعا أمامهم، إحنا نبغى استثمارات في النادي، نبغى عمل يعني عمل أكاديمي بمعنى ما تحمل هذه الكلمة معنا. فالأخوان كلهم ما شاء الله مثقفين وفاهمين ووعدوني صراحة، وهم الآن تستطيع أن تسألهم فرد فرد أنه إن شاء الله يعملوا بجهد وبأمانة. والآن أقول الآن ولا زال أكررها وإلى أن إلى ما لا نهاية، الأهلي أمانة، نحن أمنا. أقول للأخ عبد الإله والأخ ياسر والأخوان أنه لازم نراعي على هالأمانة اللي أمنا إياها، إن لم نكن كفء لها أو لم ما نكون قدها أحسن أن نقعد في بيوتنا. وقلت الكلام ذا وأكررها الآن، أول شيء نحقق استثمارات. صراحة النادي ما في استثمارات، يعني استثمارات كانت من عهد الإدارات السابقة اللي هي إدارة البترجي وإدارة السابقة، حتى المالك ترى عن طريقي الأستاذ سلمان، أنا اللي شركة ستيم أنا اللي حضرتها صراحة وشهادة الأخ سلمان. فنتمنى منهم إن شاء الله الجهد الخارق إن شاء الله والتوفيق، نتمنى لهم التوفيق. يعني خليني بس عشان تكون الصورة واضحة، الأمور المالية والرعايات هذه على رئيس النادي، أما ما يخص اللاعبين، ما يخص المدرب، ما يخص التعاقدات، هذه المشرف العام على كرة القدم. شوف ما أبغى، أنا اتفقت مع الأخ عبد الإله والأخ ياسر، ما يكون في بيننا يعني تفاوت، احنا يعني ما يكون قرار الا بالاتفاق، فهمتني؟ يكون في تجانس. الاول يعني تدخلت الاداره السابقه، تدخلت في شؤوني صراحه يعني كثيرا. ما زال الاهلي يتعب جمهوره، وفي المباراه الاخيره بطلعت الروح يفوز، وما زال اللاعبين يقول لك احنا نفوز بالروح، نفوز بالتكتيك، ما نفوز بشغل مدرب. شوف قد يكون في اخطاء تكتيكيه ما في شك، هذا شيء ظاهر للعيان، حتى لو حبينا نخفي ما نقدر نخفي، قد يكون المدرب له أخطاء وإن شاء الله بنحاول نعدل الأخطاء. وأنا قلت يعني، وأنا يمكن أتناقشنا أنا والمير رواف مع المدرب، الأخ ياسر كان موجود طبعا، وعدنا خير ونتمنى أنه إذا يعني المباريات القادمة إن شاء الله ما حتكون حاسمة، ما حنظل إلى أن يسقط الفريق اللي احنا الآن ننافس، يعني فريقنا ينافس الآن على المراكز على المركز الأول، فلا يمكن أن نشوف الخطأ ونسكت عليه، معناته أن تهاوننا مع الفريق وضيعنا البطولة من يدينا. بنعمل اللي نستطيع أن نعمله وإن شاء الله المدرب يتفهم بإذن الله. لغة الأمير منصور يعني توحي أن جروس مستمر، يعني كان في التصريح الأولاني اللي بعد قبل المباراة الأخيرة، لا كان في لغة حادة كانت توحي أن المدرب طاير، الساعة جاية، بعد ساعتين، بعد ثلاث، بكرة الصباح
لا اللغة هذه شوية فيها هدوء أكثر، وأنه يعني ربما صار نقاش داخل النادي الأهلي لمنح الرجل فرصة أكثر عدالة كما يقال. يتابع الأمير منصور مش على حواره مع البرنامج ومع الزميل وليد الخضير. والله شوف لاعبين كثير من السابق طبعا كانوا مبعدين، وهذه أحملها إدارة الكرة السابقة طبعا ما كان فيها، حاولت جاهدا حتى مع برانكو على لاعبين معينين أنه يعني ينزلهم يعطيهم فرصة. المشكلة أنهم هذول اللاعبين منتخبات، المنتخب بيتأثر إذا ظلوا على الاحتياط طول الخط طول الموسم، معناته حتى يكون تأثير على المنتخب. والمشكلة أنهم لاعبين مميزين، يعني المجحد من أميز من أفضل اللاعبين الموجودين المحاور الآن في المملكة، وما أدري ما أعرف السبب، يعني ما أدري والله في سبب غامض أنا ما أنا قادر ألقى له حل صراحة. متى تحط حل أنه يا يستمر يا أنه يرحل؟ لا لا هو شوف شوف أنا قلت وأقولها آخر علاج الكي، إذا لم يتجاوب إلا لن نسمح ها بتعطيل منتخبنا، عندنا لاعبين مميزين، لن نسمح أنه لاعبين لا يؤدون الدور المطلوب منهم ها أن يمثلوا الفريق، ولاعبين مميزين يظلوا على الخط ولاعبين المنتخبات. المشكلة أنهم لاعبين منتخبات، من المسؤول عن هالشيء؟ نحن مسؤولين، إذا سكتنا فإحنا راضين على الوضع. أنا كنت معك في تصريح سابق، حليته مشكلة جانيني؟ مشكلة الجوازات إن شاء الله أنها انحلت. الأخ فهد الرشودي جزاه الله خير في الرياض ما قصر والله عضو الشرف. أنا أتساءل الآن وين إدارة الكرة عن مشكلة سوزا الأولى طبعا كان هو قبل، وعن مشكلة جانيني، والآن عن مشكلة بلايلي، وين كانوا؟ وين كان يعني صراحة وين كانت إدارة الكرة؟ وش كانت تسوي؟ وش مسؤوليتها؟ والله مريت أقسم بالله إني مريت في تجربة صعبة يعني لا يتخيلها لا يتخيلها عقل البشر. والله الفترة اللي فاتت يعني وأنا أشوف وضع الفريق وأشوف الأشياء التخبطات اللي كانت تحصل، فكنت أعيش وضع سيء، لكني متفائل، أنا ما أستسلم ترى بسهولة، وبفضل الله سبحانه وتعالى وثقتي في الله سبحانه وتعالى ثم في الأخوان الرئيس أو النائب أو أعضاء مجلس الإدارة. بما أنك المسؤول عن كرة قدم بيكمل المؤشر؟ لاعب إلى الآن ما حد كلمه. والله المؤشر ابننا، وشوف لاعب مميز، شوف يمكن لاحظت في المباراتين الأخيرة أدى جهد خارق يعني طيب ممتاز، ونشكره على هذا الجهد إن شاء الله بالرغم أنه مستحقاته. واللي أنا أتساءل الآن طيب هو يقولون 3 سنوات، وين كانت الإدارات السابقة صراحة؟ ليش ما راجعوا في حقوقه؟ يعني مش كان دور الإدارات السابقة؟ لكن إن شاء الله بإذن الله بجهود الأخوان إن شاء الله والإدارة الجديدة وطبعا الهيئة إن شاء الله برئاسة الأمير عبد العزيز إن شاء الله تنحل المشاكل بحول الله وقوته. إيش رأيك عادل؟ الآن هذا تصريح الأمير منصور مشعل، أنا أشرح المشهد أعتقد بشكل واضح. تصريح يتنافى مع اللائحة الأساسية عندي الرياضية، ما في شيء اسمه خط أحمر، المشرف العام مش منصوص عليه في اللائحة الأساسية عندي الرياضية، اللائحة الأساسية عندي الرياضية تتحدث أولاً عن مجلس الإدارة وتضع اختصاصات مجلس الإدارة في المادة 23 تبدأ بيقوم مجلس الإدارة بإشراف على شؤون النادي الإدارية والمالية والرياضية، لم تحدد كرة السلة والجمباز وكرة القدم، لا كل شيء بلا استثناء، أي قرار مالي إداري رياضي في النادي المسؤول عنه الأول هو مجلس الإدارة، وأول واحد مسؤول في مجلس الإدارة هو رئيس مجلس الإدارة. طيب عشان كذا ايش سوى اللائحة عفوا ابو بدر؟ لا بعد ما خلص من اجتماعات مجلس الادارة تحدث عن اختصاصات رئيس مجلس الادارة، لكن ما تحدث عن اي اختصاصات اخرى اطلاقا. ايش قال لك؟ حل مجلس الادارة الى اخره، يتحدث حتى عن الرئيس التنفيذي. هذا المشهد انا عارف انه وادرك تماما حب وعشق الامير منصور كمشرف عام، لكن لا يمكن يكون عندنا رئيس للنادي ورئيس لكرة القدم، ما تجي ليه؟ لأن الذي يتخذ القرار سوف يتحمل تبعاته مسؤوليته القانونية أولا،
أي قرار يتخذ رئيس النادي في تعاقداته، في استثماراته، في إدارته، في أمواله، يتحمله رئيس النادي أولا. لا يمكن أن نجي اليوم إحنا وننقلب حتى على اللائحة الرياضية ونقول والله عندنا مشرف. طيب. حتى لو كان يدعم. طيب. مع كل احترامي. طيب. وتقديري. نشوف أيضا مشاركات الناس في سؤال حلقة اليوم، ماذا سيحدث ببقية الموسم بعد انتخاب عبد الله مؤمنة رئيسا للأهلي؟ 29% متفائلين، كانت النسبة 28% صارت ارتفعت 29%، اللي يشوفون انه لا تغيير زي ما هم 49% من المصوتين، 22% اللي مش متفائلين، كانوا 23%، انخفضت الى 22%. عموما التصويت متاح على حساب البرنامج في تويتر. الامير نواف بن عبد العزيز عضو الذهبي في النادي الاهلي ايضا يتحدث مع الزميل وليد الخضير، ونروح لموسى المحياني بعد. يعني الحمد لله الامور طيبه، ما في هي كلها اجراءات قانونيه والحمد لله. لا بس الان نقدر نقول انه صار في استقرار اداري، صار في مثلا توافق ما بين الرئيس والمشرف العام. لسه الان الرئيس اليوم ان شاء الله تنصب، وان شاء الله الامور ما فيها خلاف باذن الله. يعني ايش يعني ممكن انه يكون في ضمان، يكون مثلا استقرار دائم ما بين الرئيس الجديد وما بين المشرف العام؟ طبعا هذه لازم تطرح بين الرئيس وبين المشرف، وهم يناقشون المشاكل اذا كان لا سمح الله في مشاكل. والله اكيد حيكون في اجتماعات، وحتكون في وضع المسؤوليات سواء للرئيس او المشرف، على اساس انه ما يكون في يعني نتعلم من الاخطاء السابقه. هل تعتقد انه مثلا الرئيس فقط في الامور الاداريه والمشرف العام بكره القدم، بحيث انه ما يرجع مشاكل مره ثانيه؟ والله شوف، هذه لابد انه يعني الرئيس وسمو الامير منصور يجلسوا مع بعض وتتحدد المسؤوليات، لانه اذا تحددت المسؤوليات الانجاز بيتم. لكن اذا في عشوائيه وكل واحد ما هو عارف مسؤولياته، لابد انها تطلع مشاكل. انا يمكن ابتعدت تقريبا يمكن من عام 2000، وكل انسان له ظروفه، وان شاء الله احنا في الفتره القادمه نحاول يعني جميع اعضاء الشرف، المؤثرين، محبين النادي، ان شاء الله هذا بيتهم وبيرجعون ان شاء الله. راضي على مستوى الفريق؟ والله شوف، عشان اكون صريح معك، الفريق يعني رغم المشاكل اللي حاصله سواء اداريه او فنيه، غياب بعض اللاعبين، احنا يمكن فزنا يعني تقريبا، لكن مجهود لاعبين، طالما الروح اللاعبين موجودة أكيد أنه حيكون فيه فرصة للأهلي للمنافسة. يمكن بعض تغييرات المدرب، بعض قناعاته نحترمها، لكن إلى الآن الحمد لله الفريق يعني يقدم جزء من المأمول منه. ما في مدرب ما له دور، المدرب له تقريبا يمكن أثناء المباراة، لكن شغل المدرب قبل المباريات في التمارين، وضع الخطط، تصحيح الأخطاء في المباريات السابقة، هذا دور المدرب. فالمباراة بنسبة يمكن 80% دور اللاعب، المدرب تقريبا شغله في التغيير، في توجيه بعض اللاعبين، لكن بنسبة 80% أنا في اعتقادي أنه اللاعب له دور في المباراة. أنت مع استمرار المدرب جروس، ولا مع تشوف أنه الأهلي الآن مرحلة يحتاج مدرب آخر؟ والله أنا قناعاتي، أنا ما أحب التغيير، مجرد التغيير يمكن أكيد أتحفظ بعض قناعات جروس، لكن طالما الفريق ماشي والرتم عالي ومرتفع وبتصاعدي، مفترض انه نجلس معاه نحسن من يعني تقارب وجهات النظر، اذا ما اقتنع او لا سمح الله ساءت نتائج الفريق على ذيك الساعه. شكرا، الله يعطيك العافيه. شكرا موسى. اول شيء انا بعلق على كلام الامير منصور، اول شيء واضح انه في اتفاق وتوزيع مهام بينهم، ما وضحوا بشكل كامل لكن تكلم عنه بشكل عام. انا اعتقد ان الامير منصور اخطا في امرين، اول شيء اخطا في قوله انه حاولنا نفرض على المدرب، وهذا الشيء اللي المفروض ما يصير، المفروض انه يتم نقاش المدرب، لكن كل الامور الفنيه في النهايه تكون القرار النهائي فيها للمدرب، ما ابدا ما يتم فرض حتى لاعب منتخب، اي لاعب ما تعرف كيف اداؤه في التمرين، ما تعرف تقييم المدرب، خطه المدرب، تفكير المدرب، فالقرار النهائي المفروض يكون للمدرب. والامر الثاني انه تكلم كثير في الماضي الامير منصور، وانا رسالتي له هو ان شاء الله انه اعلم مني واخبر انه يتجاوز الماضي بشكل نهائي، ما عاد يتحدث في الماضي، واتمنى انه يتجاوز بشكل نهائي، لان امام الاهلي شغل كبير، وان شاء الله انه هو ومجلس الاداره اكفى لذلك. بالنسبه لكلام ابو غيدا انا ابدا ما اشوف انه خاطئ بشكل كامل، وما اشوف انه صحيح بشكل كامل، هو كلامه كصوره عامه صحيح،
لازم انه رئيس النادي والمسؤوليه القانونيه والمسؤوليه التضامنيه. صحيح انه يعني انها على رئيس النادي، يعني ترى انه كلامه حق اريد به لا لا، هو يقول لك المسؤوليه التضامنيه والقانونيه القانونيه على رئيس النادي، صحيح الكلام ده. بس الامير منصور ترى قال كلمه مهمه، قال راح نتفق. اكيد انهم واضعين اليه، يعني الامير منصور ما حيقدر اصلا توقيع الامير منصور على عقود او على غير معتمد، هو رئيس النادي والرئيس التنفيذي، فتوقيع الامير غير متفق. فلذلك الامير منصور اكيد انه حيجلس مع اداره النادي ويتفق معاها على اصدار القرارات، ما حيتخذ القرار من يعني الشور من راسه على طول يمشي. انا لما تكلمت حتى عن نفسي، انا لما كنت مدير تنفيذي كره القدم اكيد اني ارجع لرئيس النادي، لكن في النهايه القرارات في النهايه تصاغ بموافقتي، انا موجود في المنصب هذا عشان ادير كره القدم، لان في النهايه النتائج حترجع علي انا زي ما حترجع على رئيس النادي. وانا بضرب مثل برضه بدر، لو اي رئيس نادي ما حيجي يدير كره القدم بنفسه، لازم يجيب شخص مختص ويدير طيب. كره القدم. فالامير منصور الان في هذا الموقع، انا اتمنى برضه الامير منصور يستعين بخبرات في هذا المجال، لانه الامير منصور انقطع فتره ما اقدر اعطيه مثل، هو ان شاء الله انه اخبر يعني ممكن يجيب تعطيه توصيات. ما عندي والله توصيات صراحه مرشحين، لا ما عندي توصيات، لكن انا اقول لك انه الامير منصور انقطع فتره طويله عن كره القدم، فكره القدم اختلفت عن السابق. فالامير منصور انا متاكد انه الفتره الماضيه تعلم منها شيء كثير، وكلنا نتعلم الى اخر يوم في حياتنا، فاكيد انه تعلم منها شيء كثير، حيكون افضل ان شاء الله في الفتره هذه. ولو لا سمح الله ما توفق اكيد انه حيكون الفتره القادمه افضل، لكن هو هيختصر المسافه باعطاء الخبز خبازه على طيب. السؤال حلقتنا الان، طلعت النتيجه النهائيه 49% يرون لا تغيير حيكون في النادي الاهلي، 29% متفائلين، و22% غير متفائلين. يعني نقدر نقول انه 50% يرون انه ما في تغيير لسه، يعني مو شايفين تغيير كبير. فتقريبا 30% متفائلين، الثلث خاصة بعد العاصفة اللي مر فيها النادي، 21% هم اللي على قولتهم غاسلين ايدينهم. عموما هذا يعني يعكس الشريحة التي شاركت في هذا الاستفتاء. خلنا نروح الفاصل، وبعد الفاصل ما هي حقيقة انتقال بيتروس من النصر السعودي إلى نصر الإمارات؟ عبد الإله مؤمنة الرئيس 41 للأهلي والثامن في 4 سنوات فقط، ومنصور بن مشعل يبارك للرئيس ويذكر كرة القدم خط أحمر. الهلال وصل دبي ويقابل الشهر الإيراني دفاعا عن الأسيوية. ضياع الصدارة ونزيف النقاط يشعل جدلا جماهيريا في النصر. السويكت يطالب الجمهور بالوقوف مع النادي في بداية الأسيوية. فحص 8 لاعبين من الاتحاد في زيارة مفاجئة للمنشطات. حياكم الله من جديد، الدوري مع وليد على اس بي سي واذاعة جدة اف ام. ضيوفي اليوم عادل التويجري معي من الرياض، وموسى المحياني معي هنا في جدة. برأيك ما هو أهم حدث رياضي استضافته السعودية مؤخرا؟ سؤال الحلقة. 65% يختارون سوبر أسبانيا. في المرتبة الثانية رالي داكار 17%. السوبر الإيطالي 11% بس من المصوتين، هذا واضح تفاوت كبير، يعني تخيل الرالي طبعا هو حدث عالمي بلا شك، لكنه كان أكثر تأثيرا من السوبر الإيطالي. يبدو أنه يعني لم يكن الحدث الذي جذب الناس كثير. ونزال الدرعية أخذ للملاكمة طبعا 7%. عموما التصويت متاح على حساب البرنامج على تويتر واللي يظهر أمامكم الآن على الشاشة. خلنا نأخذ هذا الموجز السريع لأهم الأخبار الرياضية. تواجدت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في تدريب فريق الاتحاد مساء اليوم، وقامت بعمل فحص مستهدف لثمانية لاعبين، وهم البرازيلي جروهي وباطنه رومارينهو، والأرجنتيني ليوناردو خيل، والمغربي كريم الأحمدي، وسعود عبد الحميد، وعبد الإله المالكي، وعبد الرحمن العمود، وعبد العزيز البيشي.
يذكر أن وفد من لجنة المنشطات زار نادي النصر الاثنين الماضي، وذلك في إطار أعمال اللجنة المعتادة على صعيد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. طالب صفوان سويكت رئيس نادي النصر جمهور ناديه بالالتفاف حول الفريق مؤكدا أن هناك ما سيسعدهم خلال الفترة المقبلة. وكتب سويكت عبر حسابه الرسمي على تويتر: أيها العالميون الاستثنائيون الأوفياء، عشق النصر وحبه شعور مشترك بيننا، الكيان يحتاج وقفتنا الآن أكثر من أي وقت مضى. وأضاف: ضعوا ثقتكم بالله وسترون ما يسركم في قادم الأيام إن شاء الله. يذكر أن النصر يعاني من تراجع الأداء والنتائج بعد تعادلين في الجولتين الأخيرتين بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. يشارك الرياضيان السعوديان أمل الشهراني ومنصور الصغير في بطولة ألعاب ريمو كروسوفت 2020 في ماديسون بولاية ويسكونسن الأمريكية بدءا من 29 من يوليو القادم وحتى 2 أغسطس من العام الحالي. يذكر أن أمل الشهراني مثلت السعودية في بطولة كروسوفت العالمية 2019 في أمريكا. وصلت بعثة فريق الأهلي المصري للكرة الطائرة لمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة صباح اليوم استعدادا لإقامة معسكر إعدادي بدعوة من نادي الوحدة السعودي إلى 15 فبراير الجاري استعدادا لمشاركة في البطولة العربية والتي ستنطلق في مصر اعتبارا من 18 من ذات الشهر. يخوض خلالها مباراتين وديتين أمام الوحدة، حيث ستجرى الودية الأولى الثلاثاء القادم بصالة نادي الوحدة الساعة 6:45 مساء. استقبلت أسرة النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي صباح اليوم السبت مولودته الثانية، واستقر النجم المصري على إطلاق اسم كيان على مولودته الجديدة. ضمن الجهود المجتمعية التي تقوم بها إدارة نادي الرائد ممثلة بالمسؤولية الاجتماعية، سلم أعضاء مجلس الإدارة درع النادي أثناء زيارة البطل عامر علي المصعبي أحد أبطال الحد الجنوبي الذي أصيب في ميدان الشرف، وقدم شكره لإدارة النادي على تواصلها الدائم مع الجميع. موسى، يعني حديث اليوم صفوان السويكت، يعني مو سر انه في حاله غضب عند جمهور النصر من اداء الفريق في بطوله الدوري، والان يدخل الفريق على دوري ابطال اسيا وهو ليس في افضل حالاته. حصلت انتقادات والهجوم يتعرض لها الان المدرب شوي الحمد لله، شوي المرابط، الخلافات اللي بين بعض اللاعبين بدأت تظهر، هناك أحاديث عن سيطرة لبعض، يعني تيار معين من اللاعبين الأجانب داخل الفريق، في حديث أن المدرب في توريا في رأي بعض النصراويين أنه لابد من أنه تغييره، لكن البعض يتكلم أنه في شرط جزائي يمنع، يعني النصر داخل في قصة مش وقتها. والقصة هذه ما كانت موجودة قبل أسبوعين أو ثلاثة، هذا أمر صراحة صعب جدا على إدارات الأندية صراحة. الضغط هذا يعني ضغط مجاني يضعه الجمهور، يضعه الإعلام منتمي لهذا النادي يضعه على النادي، خصوصا أن النصر في البطولة الآسيوية، أنا أعتقد أن النصر فريق يافع في البطولة هذه لا يستطيع تحقيقها ولا يجب أن يحمل ضغط كبير عليها. ولا لاعب من الآن الموجودين في النصر قد جرب تجربة في هذه البطولة بشكل قوي، يعني وصل دور أربعة، وصل نهائي، عاش ضغوطها، لذلك الفريق بطولة سوية ما هو مهيئ لها بشكل كبير أبدا، مو مهيئ ولا يجب. مشجع نصراوي الآن تقول له معليش البطولة اللي حققها الهلال من 3 شهور أنت مش مهيئ، يحاول فيها الهلال من 5-6 سنوات، وصل نهائيين قبل كذا. هذا فريق الهلال الحالي الآن، الهلال يمر بمرحلة تاريخية في تاريخه، يستطيع هذا الفريق أن يحقق بطولة سوية مرة ثانية وممكن مرة ثالثة. هذا الفريق يعني تم صناعته لفترات طويلة، شخصية الفريق، أحيانا الفريق ما يقدم مستوى ويفوز بسبب شخصيته. طب خلينا نعمل أترك الهلال الآن. أيوة، فلذلك النصر، لا هو أنت من المثل اللي عندك الآن في السعودية، لو بتضرب بطولة آسيا ما في أي مثل إلا الهلال، يعني سابقا قبله كان الاتحاد وانتهت سطوة الاتحاد، فلذلك ما في إلا الهلال الآن، هو الفريق المهيئ، لأن الفريق مجموعته بالكامل تملك التجربة بشكل كبير في هذه البطولة. النصر بالنسبة للبطولة الآسيوية هي بطولة صعبة جدا، أنت عندك 4 محترفين، واحد منهم حارس المرمى، باقي 3 في الملعب، الباقيين كلهم ما عندهم تجارب في البطولة، وبطولة آسيا بطولة مرهقة ذهنيا، مرهقة بدنيا، بطولة عليها زخم كبير، خصوصا حتى المسافات، يعني أنت يعني بيننا وبين الشرق ترى يعني في فجوة كبيرة صراحة، يعني الهلال غطاها السنة هذه، السد فترات نادرا ما يصعد فريق في الفترات الأخيرة ويغطي هذه الفجوة، خذنا طيب. يمكن بدر 6-7 سنوات شرق آسيا سيطر على البطولة، الآن عاد الهلال لا، لذلك أنا أعتقد أن النصراويين يجب أنهم ما يحملون أنفسهم فوق طاقتهم، والمفروض أن تكون العودة محلية. أنا متأكد أن هذا الفريق اللي الآن النصر اللي الضغوطات الكبيرة عليه لو تخلى عن الفردية في الثلث، والأنا بصراحة الفريق دائما بعد الإنجاز، وهذا شيء في العالم كله يصير، الأنا اللي بعد الإنجاز هذه مشكلة لازم تحلها،
في أندية كبيرة وبدر تتخلى عن بعض لاعبيها. أنا بين مين؟ بين حارس المرمى ومدرب الحراس؟ لا أنا أقول أنا شايفها في الثلث الهجومي. في الثلث الهجومي. في الثلث الهجومي. أبغى أسمع. في الثلث الهجومي خلينا أنا أقول لك أبو بدر هي موجودة. مين؟ هي موجودة أبو بدر أنا خلينا أتكلم عن المستوى بشكل عام. لا مو خايف أنا قلتها قبل كذا بس أنا أقول لك أنا أقول لك أنا الحين بحط حلول. رابط وحمد الله. أنا بحط حلول. اسمعني أبو بدر. عادل يقولها وأنت ما تقولها. أنا بحط حلول. أنا بحط حلول. أنا ودي أحط حلول. أنا أحط حلول. أنا بدي أحط حلول ولا أحط أمثلة. إيش الحل إيش الحلول؟ أنت لاحظت يا عادل؟ ماني خايف أنا قلتها قبل. لا ما يبغى يقول مرابط. أنا لما ما صرف النظر ما يبغى يقول أسماء. أبو بدر أبو بدر. أنا قلتها أنا قلتها. أنا قلتها يوم حل المباراة أنا قلتها يوم حل المباراة وانتهت أنا بالنسبة لي انتهت وقتها لما كنت أحل المباراة تكلمت مرابط وحمد الله في فردية طاغية بينهم وقتها انتهى الآن ما حتكلم بشكل مباشر أنا حتكلم بشكل عام نضع حلول إدارة النصر وأنا بقولها بشكل واضح في أندية كبيرة على مستوى العالم بدر تحقق إنجازات كبيرة إنجاز النصر للعام كان إنجاز استثنائي بالنسبة لهم وبطولة كانت استثنائية بطولة الدوري نعم. ففي أندية كثير في العالم تغير بعض اللاعبين ممكن جمهورها ما يرضى لكن هي شايفة من الداخل إنه لغة الأنا بدأت ترتفع وهذه موجودة في جميع البشر. طيب لو كنت أنت مسؤول في النصر إيش كنت راح تسوي إيش التغيير اللي هتسويه؟ بعد تحقيق النصر لبطولة الدوري. الحين ما تقدر تسوي شيء. إحنا نظرا. لو أنا ممكن أستغني لو شفت من داخل النادي شفت إن لغة الأنا بدأت ترتفع بين أي نجمين في الفريق. ومؤثرين بشكل كبير انا راح استغني عن واحد منهم وهذا شيء طبيعي ويصير في انديه كثير في العالم وعملوه موسى ما في اسماء هو اسماء ممكن انا اجيب انا اعوضه باسم انا اعوضه باسم الان انا لا انت قاعد تقول اشياء عامه يعني تجي تقول انت المشكله في برنامج الدوري وليد بس في الجزء التحكيمي انت كذا اخذت الثلاثه فهد الورداسي وفودة وسمير اوكي خذ ذكرت اسماء يعني. انا ذكرتهم في تحليل سابق قلت لك مرابط وحمد الله الناس اللي يتفرجوا الان على المقطع هذا موسى انت فاهم اللي هيشوف المقطع هذا طيب. مو ملزوم يروح طيب. يدور في مقاطعك القديمه هي موجوده بين مرابط وحمد الله ايش الحل بشكل واضح ايش كان الحل اما انهم يتفقون او يتم الاستغناء عن واحد منهم اما انهم يتفقون او يتم اذا ما سيطرت على غرفه الملابس ودكه البدله هم طبعا دائما في الملعب مو دكه البدله بس نعطي مثل بشكل عام وملعب التدريب او ملعب المباراه الملعب اللي يلعبون فيه اللاعبين اعتقد انه ما حتقدر تحقق اي انجاز مهما بلغ النجوم اللي خلينا نطرح السؤال هذا على الشاشه وارجع لك طيب. ايش هي اكبر مشكله في فريق النصر هذا الموسم اذا تشاركونا في الاجابه على حساب البرنامج في تويتر سؤال ايش اكبر مشكله موجوده في نادي النصر هذا الموسم 1 تكاسل الاجانب ولا 2 ضعف التكتيك ولا 3 هبوط روح الفريق ولا 4 اخطاء الاداره شاركونا يعني في اختار انت ايش تختار يا موسى انا اشوف انه التكاسل اللي صاير في الثلث الهجومي واكيد انهم اللاعب الاجانب يعني تميل لرقم 1 بس ما اشمل كل اللاعب يعني بيتروس مو مشمول طيب بيتروس مو مشمول في الموضوع جوليانو المدافع مايكون مو انا اعتقد انه بين حمد الله وبين مرابط عادل ايش تختار انا ما اختار ولا واحد من هذولي اضيف لها واحده 5 تاريخ 24 فبراير 2019 هو أكبر تحدي للفريق النصراوي واللي بهدل أشياء كثيرة جدا في المنظومة النصراوية سبب الضغط كبير جدا على الفريق النصراوي بتحقيق الآسيوية واللي الآن أصبح الثقل كبير عند النصر وعند الأهلي حتى عند الاتحاد وحتى عند الهلال أيضا الهلال دائما مطالب بتحقيق كل البطولات الآسيوية حتى لو غاب عنها أكثر من عقد من الزمان مطالب الآن والهلال حققها الموسم الماضي أو هذا يعني في آخر نسخها الآن هو مطالب أنه يحققها لكن في النصر لا الأزمة الحقيقية في النصر ابتدأت من 24 فبراير 2019 عندما حقق الهلال الآسيوية وذهب إلى العالمية من الملعب طيب خلنا نشوف بس في موضوع بدر أنا رسالتي لإدارة النصر باختصار العودة تكون محلية النصر لو حقق بطولة الدوري السنة هذه أو نافس عليها بقوة حيرجع السنة الجاية وينافس عليها بقوة بعد 3 سنوات ستجدون فريق النصر جاهز لتحقيق مثل بطولة آسيا لا يضعون ضغوط كبيرة أو طموحات كبيرة الواقع صراحة ما يحتملها هذه الرسالة اللي لازم يفهمونها إدارة النصر الحالية والإدارات المتعاقبة عن النصر في الفترة هذه بس موسى عفوا ترى نفس الفريق الاستثنائي اللي تحدثت عنه قبل شوي وحقق استثنائيه وكذا ترى هو موجود اليوم 7 محترفين ابو غيداء 7 محترفين في الدوري ما هم موجودين في اسيا النصر العنصر المحلي العنصر المحلي ما عنده الخبره الفريق الشخصيه صانعه عن طريق اللعيبه المحترفين اللعيبه المحليين الان ما شاء الله صار عنده لعيبه جيدين لكن لسه ما ارتقوا لانهم يقودون الفريق طيب
اوكي موسى، هذا الامر عليه وعلى غيره، يعني مش صحيح على يعني الاخرين مش صحيح. قاعدين يلعبوا بال18 كله اجانب، لا حتى الاهلي ايضا الأجانب، حتى الاهلي مو مهيئ لتحقيق بطوله اسيا اربعه، ونفس نفس الكلام يعني. حتى الاهلي مو مهيئ، وحتى الاتحاد وحتى الشباب، هذه الانديه كلها مو مهيئه. هل الان المهيئ في الفتره هذه في السنتين او الثلاث القادمه اللي مهيئ بشكل واضح هو الهلال؟ من عام 2014 يا موسى، من عام 2014 والهلال هو الواجهة الوحيدة للكرة السعودية في آسيا. صحيح، هذا ما فيها كلام. صحيح 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 أي. صحيح، هذه هذه واضحة. طيب خلينا نشوف نتيجة حتى لغة الأرقام توضح. خلينا نشوف مشاركات الناس في في سؤال الحلقة. الآن نتكلم عن حوالي 5000 مصوت الآن. 41% يقولون مشكلة النصر في تكاسل الأجانب، 11% يقولون ضعف التكتيك، 35% يقولون هبوط روح الفريق بشكل عام، و13% يحملونها للإدارة. عموما التصويت متاح على حساب البرنامج في تويتر واللي يظهر أمامكم الآن على الشاشة. نقطة نظام، خلنا نسمع صوت الجمهور. يا أبو بدر مسي عليك وعلى الحاضرين مع كل سيديو. الفرق الصغيرة دائما تقفل قدام النصر، وقدام الفرق الثانية تفتح ملعبها، هذا اللي يخلي النصر ما يسجل، لأن يلعبون بطريقة دفاعية بحتة. أما قدام الفرق الثانية تحصلها تترك ملعبها تهاجم، ولا قدام النصر كل الفرق تقفل صغيرة ولا كبيرة. مساء الخير السيد وليد. الكل لاحظ هبوط مستوى أجانب النصر، أتوقع السبب الرئيسي في هذا هو عدم وجود البديل، فكل واحد ضامن خانته. لازم 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 يتحقق مع لعيبة النصر هذولي، حمد الله ومرابط وجوليانو، إذا ما يبغون يلعبون في النصر يطلعون، أما يلعبون يتسدحون يتمشون، لا، النصر فوق الجميع، النصر فوق الجميع، ولا نرضى بهذا اللعب أبدا أبدا. أبو بدر أنت صوتنا، أنت صوتنا يا أبو بدر، لازم توصل للإدارة. تواترت الآن أنباء إعلامية أن البرازيلي بيتروس لاعب نادي النصر السعودي أنه وقع لنادي النصر الإماراتي بعد ما دخل الفترة الحرة. هذه الأنباء اللي راجت، وطبعا بيتروس كان قد انضم لصفوف النصر قادما من ساو باولو البرازيلي في صيف 2018، وينتهي عقده في 30 يونيو القادم. يعني اللاعب الآن دخل الفترة الحرة ويستطيع التوقيع مع أي نادي للموسم القادم. أجرينا اتصال برئيس نادي النصر الإماراتي عبد الرحمن أبو الشوارب لنستوضح حقيقة هذا الخبر. هل بيتروس في الطريق إلى النصر الإماراتي؟ طال عمرك، بالنسبة لبيتروس نحن متفاجئين مثلكم، يعني اللي مكتوب في الجرائد واللي مكتوب هذا، وهذا الخبر طبعا غير صحيح كليا. نحن يمكن في البداية وصلنا في فترة بداية فترة الانتقالات الشتوية ويا الأستاذ عبد الرحمن في نادي النصر، وقالوا أنهم محتاجين للاعب، وانتهى الموضوع بالنسبة لنا. نحن كليا سكرنا هذا الملف، ولا في أي توقيع ولا في أي شيء مع هذا اللاعب حاليا. يعني الأخبار اللي طالعة في الجرائد وفي هذه غير صحيحة. وبعدين نحن تربطنا علاقة جيدة مع الأندية السعودية، إذا في أي شيء نتواصل ذا مباشرة مع النادي ونتكلم وياهم. فما أعتقد أن نحن اليوم بنفاوض أي لاعب موجود في أي نادي سعودي بدون ما نفاوض النادي مباشرة أول شيء. وطبعا موضوع بيتروس الخبر غير صحيح. شكرا للأستاذ عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس نادي النصر الإماراتي، واللي أوضح أنه فعلا النادي النصر الإماراتي كان تفاوض مع نادي النصر لانتقال بيتروس، لكن النصر أبدى رغبته في استمرار اللاعب. أنت لو كنت مكان النصر توافق على بيعه ولا؟ أبدا، مهم جدا استمرار بيتروس، شخصية عظيمة يملكها هذا اللاعب. بس في 6 شهور أظن خطرة. خطرة، المفروض يوقعوا معاه قبل، واللاعب يملك شخصية عظيمة ويملك يعني صراحة جانب تكتيكي مهم في النصر، لذلك استمرار اللاعب مهم خصوصا في السنة القادمة. نروح الفاصل، وبعد الفاصل فهد المرداسي يفتح مفكرته لمراجعة الجولة 17 من الدوري.
أربع أندية سعودية تفتتح أسيوية 2020، والبداية الهلال والأهلي. النصر يقابل السد الثلاثاء وسط ضغط جماهيري للمنافسة مبكرا. دوري 2020، الهلال والنصر زي العادة، والوحدة بدل الاتحاد. نور سعود ورغد السليماني تحققان فضيتان في ألعاب القوى. الألماني فيلب هاوس بطلا لسباق طواف السعودية للدراجات. حياكم الله من جديد. ما هي أكبر مشكلة في فريق النصر هذا الموسم؟ مشاركات الجمهور على سؤال الحلقة اللي موجود على حسابنا في تويتر، 42% يقولون تكاسل الأجانب، 11% يقولون مشكلة الفريق ضعف التكتيك، 34% يقولون هبوط روح الفريق، و13% يقولون أخطاء الإدارة. وبالتالي من خلال قراءة هذا النتائج نجد أن الجمهور يوجه أصابعه إلى تكاسل اللاعبين الأجانب وهبوط روح الفريق. ينضم لنا الآن عبر الأقمار الصناعية من الرياض كابتن فهد المرداسي المستشار التحكيمي للبرنامج ومفكرة فهد. حياك الله أخوي فهد. هلا مرحبا أخوي أبو بدر. سلامات. مسي عليك وعلى الله يسلمك. يقولون كنت تعبان كذا فقدناك فترة. والله حبيب قلبي الله يسلمك. تسلم حبيبي الله يعطيك العافية. قدامك العافية. ماذا لدينا اليوم؟ مسي عليك أول شيء، مسي عليك أبو بدر وعلى الزملاء الأستاذ موسى والأستاذ عادل والمشاهدين الكرام والمشاهدات الكرام. الله يحييك. عندنا طبعا اللي هو اليوم مفكرة فهد المرداسي. عندنا أضفنا اليوم كم حاجة كذا جديدة إن شاء الله أنها تثري يعني بشكل عام للبرنامج وللسادة المشاهدين إن شاء الله. أكيد تفضل. إن شاء الله. أول شيء عندنا طبعا اللي هي مفكرة خاصة للجولات، وعندنا لغة أرقام بالجولات، وراح نبدأ نشوفها. أول شيء أنا بس أنتظر لما تطلع للسادة المشاهدين. وعندنا اللي هو أرقام أكثر جولة احتسب فيها ركلات جزاء، اللي هي الجولة الأخيرة الجولة 17 احتسب فيها 11 ركلة جزاء مثل ما ذكرت أخوي أبو بدر أمس. وطبعا أقل جولة احتسب فيها ركلات جزاء اللي هي الجولة 15 لم يحتسب فيها أي ركلة. وعندنا اللي هو أكثر جولة لم يحتسب فيها ركلات جزاء صحيحة، يعني المفروض أنها تحتسب، اللي هي الجولة 15 والجولة 17 الأخيرة أيضا بمجموع 7 ركلات لكل جولة. وعندنا اللي هي النقطة الأخيرة، أقل جولة لم يحتسب فيها ركلات جزاء صحيحة، اللي هي الجولة، طبعا عندنا 3 جولات لكن أنا أعطيت الإخوان اللي هي الجولة 9 لأن الجولة 10 و13 أيضا لم يحتسب فيها ركلات جزاء، اللي هو طبعا كانت جولات تحكيمية كويسة، لكن الجولة 10 والجولة 13 احتسب فيها من الحكام ركلتين جزاء غير صحيحة، فبالتالي اخترنا الجولة 9 اللي هي الأفضل تحكيميا. هذا بالنسبة لموضوع الجولات. نجي الموضوع اللي هو المفكرة. عندنا أول شيء اللي هي ركلات الجزاء المحتسبة من الحكام للفريق، وبعدين الجدول الثاني على الفريق. خلينا الحين في الأولى. اي نجي بالاولى اللي هي ركلات الجزاء المحتسبه للفريق، اللي هو نبدا الهلال كاكثر فريق احتسب له ركلات جزاء، كانت ضد الاتفاق والفتح والوحده والفيصلي، وثلاث ركلات جزاء كانت مع الرايد. في المرتبه الثانيه عندنا الفتح، 6 ركلات جزاء كانت ضد الشباب والعداله والفيحة والحزم والهلال والشباب. في المرتبه الثالثه الرايد، 5 ركلات جزاء كانت ضد ابها والفتح وضمك، وثنتين ضد الهلال في المباراة الأخيرة. وعندنا في المرتبة الرابعة الاتفاق، 5 ركلات جزاء احتسب له، ثنتين كانت في مباراة الحزم، واحدة في مباراة العدالة، واحدة في مباراة ضمك، واحدة في الأهلي. عندنا في المرتبة طبعا اللي راح أذكرها بشكل سريع الآن، عندنا العدالة التعاون النصر الأهلي كلهم على 4 ركلات جزاء. نجي للجدول في الصفحة الثانية، الفيحة والشباب والحزم على 3 ركلات جزاء،
وأبها والاتحاد والوحدة والفيصلي على ركلتين جزاء، وضمك لم يحتسب له إلا ركلة جزاء وحيدة في الدوري إلى الجولة 17. عندنا اللي هو الجدول الآخر الآن اللي هو طبعا ركلات الجزاء المحتسبة من الحكام على الفريق. بنشوف من أكثر فريق احتسب عليه ركلات جزاء. نجي أكثر فريق كان ضمك، احتسب عليه 8 ركلات جزاء، كانت في مباراة الرائد ومباراة التعاون ركلتين جزاء، ومباراة العدالة ومباراة الاتفاق والنصر وأبها والعدالة في الدور الثاني. نجي في المرتبة الثانية اللي هو الرائد، 8 ركلات جزاء أيضا، كانت 3 ضد الهلال، وطبعا اللي هو التعاون والعدالة الحزم الوحدة الاتحاد. نجي لموضوع المرتبة الثالثة اللي هو أبها، عليه 6 ركلات جزاء احتسب عليه طبعا من الحكام في مباراة الرائد والحزم النصر الشباب الاتحاد الأهلي. في المرتبة الرابعة عندنا الحزم، احتسب عليه 5 ركلات جزاء في مباراة الفتح وثنتين الاتفاق وواحدة الفيحة وبعدين ضمك. بعدين الآن بنجي نتكلم بشكل سريع، الفتح عليه 5، الهلال الاتفاق الشباب احتسب عليهم 4 ركلات جزاء. نروح للصفحة الأخرى اللي هو في المرتبة التاسعة العدالة، احتسب عليه 3 ركلات جزاء في الدوري. وبعدين عندنا الأهلي الاتحاد الفيحة الفيصل الوحدة، كل واحد منهم احتسب على ركلتين جزاء. وفي المرتبة 15 والسادسة عشر التعاون والنصر لم يحتسب عليهم أي ركلة جزاء في الدوري إلى الجولة 17. هذه اللي احتسبها الحكام للفريق وعلى الفريق. يعني التعاون والنصر الآن هم الوحيدين اللي ما احتسب عليهم ركلات جزاء؟ أي طبعا، التعاون والنصر إلى الآن من الجولة الأولى إلى الجولة 17 لم يحتسب عليهم أي ركلة جزاء من قبل الحكام في الدوري. موسى لها تفسير؟ هذا ممكن يجي على شقين. لها تفسير فني؟ أنا أعتقد أول سبب أنه الدفاع العالي يبعدك عن 18، تكون الاحتكاكات قريبة يعني من بعيدة عن منطقة 18. الأمر الثاني أكيد أنه حذر من المدافعين عن هذه النقطة. تفضل كابتن فهد. صحيح، أنا أتفق مع أخوي موسى بالنقطة هذه، بس على شقين. على شق النصر نعم أتفق معك، على اعتبار أنه بنجي الآن للمفكرة، النصر المفروض كان يحتسب عليه ركلتين جزاء، ولكن هذا طبعا النصر ركلتين جزاء يعتبر شيء طبيعي، لكن التعاون المفروض يحتسب عليه 9 ركلات جزاء، فبالتالي لما نقول 0 لم يحتسب عليه والمفروض يحتسب عليه 9، معناته أنه مش مثلا خلينا نقول حذر من المدافعين، لا، إنما أخطاء من الحكام. يا ويلك يا فهد المردازي، الحين والله الحين محمد القاسم ماسك الجوال يغرد. يلا كمل وريني. ماشي أبو بدر، أول شيء عندنا اللي هو نبدأ بركلات الجزاء الغير محتسبة له، نبدأ في الجدول الأول ومع الحالات هنا مع اللقطات، يعني مع الحالات الفيديو. عندنا أول فريق اللي هو الهلال، لم يحتسب له 9 ركلات جزاء، وراح بعد شوي نذكرها في أي مباريات. وبعدين في المرتبة الثانية الرائد، أول شيء نجي هنا الهلال، أوكي راح نذكرها، 2 في مباراة أبها هذه الأولى. لا، الأرقام لازم تكون دقيقة شباب. لا هي دقيقة بس أنت سرحت، كمل عيدوها بالأول ماشي، عيدها من الأول. يلا ها. سوري واحد. أنا واحد ها ماشي. الحالة الأولى كانت ضد أبها، وأيضا الحالة الثانية في نفس المباراة لم تحتسب لهلال، هذه طبعا دفع وهذه مهاجمة، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة كانت في مباراة الاتحاد، ونشوف هنا في مسك. الحالة الرابعة أيضا كانت في مباراة التعاون، ونشوفها أمامنا، في هنا دفع واضح واحتكاك واضح، وهنا أيضا في ركل اللي هي أيضا أمام الاتفاق، هنا مهاجمة. وبعدين عندنا أمام النصر بعدها على طول في ركل، وأيضا اللي بعدها أمام الفيصلي، والأخيرة كانت أمام الرائد في الجولة 17 الجولة الأخيرة. هذه كانت 9 ركلات جزاء لم تحتسب لمصلحة الهلال. نجي في المرتبة الثانية اللي هو فريق الرائد، كان من المفترض أنه يحتسب له 7 ركلات جزاء،
راح نشوفها الآن على النحو التالي. أول ركلة جزاء كانت في مباراة أبها، وراح نشوفها الآن كان في مهاجمة في أسفل القدم على القدم هنا، هذه الأولى. وثلاث ركلات جزاء كانت أمام التعاون، وبنشوفها هنا الآن. هنا هذه أول واحدة المخالفة، وفي الثانية على طول راح نشوفها اللي هو رقم ثلاثة. بنشوف رقم ثلاثة أيضا أمام التعاون، وبنشوف أنا بس ترى الفيديو يتأخر عندي شوي. هذه هي رقم ثلاثة، نعم في ركل واضح. ورقم أربعة أيضا كانت أمام التعاون، وبنشوفها هنا في أيضا ركل من مدافع التعاون على مهاجم الرائد. وعندنا اللي هي رقم خمسة كانت أمام ضمك، وبنشوف هنا احتكاك باليد واضح على وجه مهاجم الرائد. وعندنا كان في المباراة الأخيرة اللي جمعت الرائد والأهلي في ركلتين جزاء لم تحتسب للرائد ضد الأهلي، وبنشوفها الآن أمامنا. هنا في مهاجمة في أسفل القدم، نلاحظ قدم لاعب الأهلي اليسار مع مهاجم الرائد اليسار. وأيضا في الأخيرة اللي هي رقم سبعة كانت بالركلة الركنية عندما قام مدافع الأهلي بمسك لاعب الرائد، وهنا نشوفها الكرة خلفه ولاعب الأهلي تارك الكرة ورايح يمسك مهاجم الرائد، وبالتالي هذه الركلة السابعة. عندنا في المرتبة الثالثة النصر، لم يحتسب له ست ركلات جزاء، طبعا كان المفروض تحتسب اللي هو في المرتبة الثالثة النصر ست ركلات جزاء بالضبط. عندنا الأولى أمام الحزم هذه الأولى، وعندنا الثانية كانت في مباراة الأهلي راح نشوفها الآن. لا أنت أقولهم وهم عشان يتوافقون مع بعض، لو بتنتظر يا فهد لأن هي تطلع فبنقعد ساعة. تفضل. ماشي ممتاز. الأولى كانت أمام الحزم، الثانية أمام الأهلي، الثالثة أمام الرائد لم تحتسب، ونشوف في ركل من الأسفل. وأمام التعاون كانت الرابعة، وبنشوفها في دفع. وأيضا الخامسة الخامسة نعم أمام العدالة، نشوف في مسك من مدافع العدالة على مهاجم النصر. والأخيرة كانت في المباراة الأخيرة اللي جمعت بين النصر والفتح، ونشوف في مهاجمة في على قدم لاعب النصر اليمنى، وركلة جزاء هذه رقم ستة للنصر لم تحتسب. نعم. عندنا اللي هو رقم أربعة الحزم، لم يحتسب له خمس ركلات جزاء، كانت الأولى أمام التعاون في الجولة الأولى، وبنشوف مهاجمة في أسفل القدم، نشوف مهاجمة واضحة. الثانية كانت أمام الأهلي، الثالثة نشوف في ركل هنا، الثالثة أمام أبها، وراح نشوف أيضا في عرقلة، والرابعة والخامسة كانت أمام الشباب، وبنشوفها الآن أمامنا الرابعة والخامسة. نجي للفريق اللي هو الخامس الاتحاد، لم يحتسب له خمس ركلات جزاء، كانت الأولى أمام التعاون، وبنشوف في مسك واضح من مدافع التعاون على مهاجم الاتحاد. بنشوف بعدها في مباراة الأهلي لم يحتسب مباراة الهلال لم يحتسب للاتحاد، والثالثة كانت مباراة الشباب نشوفها مسك واضح لم يحتسب للاعب الاتحاد، واللي هو الرابعة كانت في مباراة أبها لم يحتسب أيضا للاتحاد، والأخيرة كانت مباراة العدالة اللي جمعتهم الأخيرة، ونشوف هنا فيه خطأ وركلة جزاء واضحة. نجي لآخر فريق بس في المذكرة هذه اللي هو الأهلي، حكم أن الأهلي كان متساوي مع الاتحاد بخمس فلابد أن نجيبها. كانت الأولى أمام العدالة في الجولة الأولى لم تحتسب للأهلي، ونشوفها الثانية واضحة. الثانية أمام الاتفاق كان في ركل بعدين لا نجح في لعب الكرة. الثالثة كانت أمام الهلال وكان في احتكاك واضح في أسفل القدم لم تحتسب للأهلي أمام الهلال، واللي هو الرابعة والخامسة كانت أمام الاتفاق في المباراة الأخيرة، ونشوف في دفع واضح من الحارس، وأيضا الأخرى في مسك على مهاجم الأهلي. طبعا هذه خلصنا أبو بدر من الغير محتسبة له، بنجي للفقرة الأخيرة اللي هي الغير محتسبة عليه، اللي يعني اللي لهم بلنتيات بس ما أخذوها. لا أبو بدر، اللي عليهم بلنتيات المفروض تحتسب. طيب. ولكن لم تحتسب. طيب ماشي ممتاز. عندنا هنا التعاون طبعا لم يحتسب، المفترض يحتسب عليه تسع ركلات جزاء لم تحتسب. نيجي الأولى نشوفها أمام الحزم هذه في الجولة الأولى، ونشوف فيه مهاجمة واضحة. وأمام الثانية. الاتحاد أمام الاتحاد المسك، وأمام الرائد ثلاث ركلات جزاء
بنشوفها على طول على السريع. لا بيكون المجموع عندنا خمس ركلات جزاء وناخذ السادسة أمام الهلال، وأيضا ثلاث قدام الرائد. ها قدام الرائد ثلاث أيوة، وبعد كذا السادسة أمام سوري أمام أبها السادسة نشوفها. لا والسابعة أول حاجة استنى، بعد ثلاث ضربات جزاء للرائد أمام الرائد أيوة اللي السادسة أمام السادسة أمام أبها. لا اللي بعدها أنت قلت الحين عنده ثلاث ركلات جزاء مفروض لصالح الرائد في مباراة التعاون، ممتاز. اللي بعدها الهلال أنت قلت صح؟ لا 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 الهلال بعد الأبها. أوكي بعدين طب يجي طب أبها. أبها أبها اللي هي رقم ستة بالضبط. أبها يا شباب يلا يا شباب بعد مباراة الرائد اللقطة موجودة. يلا هذه الرائد اللقطة الموجودة في ركل بالضبط وبعدين بعدها مباشرة مباراة أبها، هذه هي ركل من أسفل القدم، وبعدين رقم اللي هو سبعة كانت أمام الهلال، وأيضا ثمانية في نفس المباراة هذه في ركل، والأخيرة التاسعة كانت أمام النصر، ونشوف دفع واضح على مهاجم النصر، وبالتالي تسع ركلات جزاء كان من المفترض أن تحتسب على التعاون إلى الجولة السابعة عشر. طيب. نجي للفريق الآخر المفترض يحتسب عليه ركلات جزاء اللي هو الأهلي، عليه سبع، الأولى أمام النصر ونشوف فيه مهاجمة واضحة، الثانية كانت أمام التعاون كان المفترض يحتسب على الأهلي ركلة جزاء للتعاون، الثالثة كانت أمام الحزم ونشوفها واضحة ركل، وبعدين أيضا أمام أبها في مهاجمة على الركبة، وأيضا ركلتين جزاء كان المفترض أنها تحتسب للرائد على الأهلي، بنشوفها الآن على التوالي، وشفناها أيضا قبل شوي في مهاجمة وبعدين في مسك بالركنية، والأخيرة كانت في مباراة العدالة اللي هي الركلة رقم سبعة المفترض أنها تحتسب في ركل واضح من مدافع الأهلي على مهاجم العدالة. نجي للفريق الثالث اللي هو العدالة، كان من المفترض أن يحتسب عليه خمس ركلات جزاء، الأولى كانت في مباراة الأهلي في الدور الأول ونشوفها الآن أمامنا، هذا في ركلة جزاء الأولى، الثانية في مباراة الفيصلي ونشوف هنا أيضا عرقلة واضحة، وبعدين مباراة الاتفاق، وبعدين مباراة النصر كان المفترض أنه يحتسب ركلة جزاء للنصر ضد العدالة، والأخيرة كانت في مباراة الاتحاد كان المفترض أنه يحتسب للاتحاد. واضح. نجي الرقم أربعة، خلينا نأخذها بشكل سريع فهد عشان الوقت. ممتاز. نأخذها بالأرقام. ماشي ممتاز بالأرقام اللي هو أبها، كان أبها والاتفاق والشباب كان المفترض يحتسب عليهم خمس ركلات جزاء، وبعدين الفيصلي وسوري الفيصل لوحده كان من المفترض يحتسب عليه أربع، وبعدين عندنا الهلال والاتحاد كان من المفترض يحتسب عليهم ثلاث، وبعدين عندنا الحزم الرائد ضمك النصر كان من المفترض أن يحتسب عليهم ركلتين جزاء، وبعدين عندنا اللي هو آخر ثلاث فرق الوحدة والفيحة والفتح المفترض يحتسب عليهم ركلة جزاء وحيدة. طبعا هذا بشكل عام عندنا مفكرة، وإذا في أي نقاش في أي شيء تحت أمركم، أعتقد كل شيء واضح باللقطات والفيديو والصورة. يعطيك ألف عافية المستشار التحكيمي والحكم الدولي الكبير كابتن فهد المرداسي على هذا الجهد، يعطيك العافية. الله يعافيك حبيبي، شكرا أبو بدر وموفقين إن شاء الله. نروح الفاصل، وقبل الفاصل أفتح الجوال واكتب تغريدة إن فهد المرداسي يقارض، رح فاصل، إن فهد المرداسي يقدم ويقوم. حياكم الله من جديد، نرحب فيكم مرة ثانية، وينضم لنا مرة أخرى الزميل عادل تويجري عبر القناة الصناعية من الرياض، ومعنا أيضا موسى المحياني، وكان قبل قليل الفقرة التحكيمية الخاصة بمفكرة كابتن فهد المرداسي. طبعا جد دوري أبطال آسيا، أو عندك تعليق عادل على فقرة المرداسي؟ فقرة رائعة صراحة كفكرة، أنا ما زلت أقول أنها ترصد كل شيء بدقة بكل صراحة. أتمنى من الجميع وخصوصا رؤساء الأندية حتى لو ينتقدون العمل الفني العمل المهني، بلاش نطلع على أمور أخرى، معيب أن تصل بعض التعليقات عشان جت عشان جت على هواك. لا 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 لا, لا بكرة تقلب عليه الأسبوع الجاي ممكن إيه. لا لا وأنا أقولك للحين، ها من الحين ترى فهد حولي بذية اللي قام يخربط وكذا، يعني من الحين أنا لست سلام يعني يا سلام الرأي هذا ونعم الحياد قدامي الآن حتى الآن. لا الرجال يعني ماشي صح، وعلى فكرة يبدو أني أخطأت قلت 24 فبراير
اللي نو فامبر واضع مفهوم انها نوفمبر واللي بيدقق هذا قاعد يقول أيوة انا اقول 24 نوفمبر والحقيقه هذه اللي قدمها صراحه فهد قبل شوي تكسر يعني يبدو لي انه الدوري مع وليد جالس يكسر كثير من الكذبات الله يستر في الوسط الرياضي وبالرقم مش بالكلام مش بالرأي يا ابوي لا تحرش يا ابن الحلال ناقصين لا 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 ابوك انت بالرأي قاعد تمشي ما قلت شيء والله كم واحد كم ما ادري وشو عندنا واحده عندنا ثنتين يجيك وان لا اكتب وان احنا نتكلم بالرقم تملك تم عليك لماذا ما في كم بالرقم وتظل في نهايه الامر هذه موسى. يعني اجتهادات ولكن بصراحه انا على مستوى الشخص سعيد جدا بالفكره لانها في نهايه الامر ستكسر كثير موسى. من الكذبات انا اتمنى موسى. انا اتمنى كابتن فهد يمكن قلتها له سابقا يضيف فقره لان انا بصراحه يمكن في ناس كثير مثلي مو مهتم هذا اكثر رقم هذا اكثر رقم لان في النهايه هي اخطاء تحكيميه كما اجزم واعتقد لكن في النهايه انا اعتقد انه لو عمل فقره ضربات الجزاء اللي اثرت في نتائج المباراه هذه حتكون فقره هذه حتكون فقره مهمه ليش لانها الفريق اللي مثلا كان ركله جزاء وخسر بسببها خلينا اقول لك اصبر خليه يقول هو طيب الحين اول او فقره جزاء انتصر بها انا ما اقول ان ضربات الجزاء مثلا النادي اللي له 7 الهلال له 9 الرائد له 7 انا ما اقول هذه تاخذ من ضربات الجزاء وما يستحقون هي حق لهم في النهايه لكن انا اقول فقره يعني من ضربات الجزاء هذه شوف انتم تتكلمون في شيء فيه تقدير يعني قوميز البلنتي اللي ضيعه قدام الرائد ولا فوزير البلنتي اللي ضيع فرصه تهديف الهلال هي فرصه تهديف بنسبه 90% فانت يعني اللي اثرت في نتائج المباراه انا اعتقد انها فقره حتكون يعني مشاهده اعلى وتكون يعني مثمره طيب افضل للجمهور خلينا نشوف هذا الموجز بس ها 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 قول بس جزئيه ممكن امشي مع موسى الى حد كبير لكن ترى في اشكاليه كبيره جدا البعض يرى انه انت فزت جاك ركله جزاء ما احتسبت ما عندك مشاكل مو صحيح مباراه الهلال والرائد الاخيره في ركله جزاء لم تحتسب لو تم احتسابها مثلا جدلا فرضا كان انتهت المباراه خلاص صحيح طيب اتفق معك يجيك واحد يقول لك لا انت اوريدي طيب عندك ما تنحسب كذا طيب اتفق معك عادل انا ما اقول يعني نبخس ناخذ ملاذي حقوقها انه يتم صحيح يعني على 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 هاشتاج الدوري مع وليد في تويتر سؤال من المشاهد محمد يقول سؤال محير كل جمهور الاتحاد ليش ما نشوف لجنه المنشطات الا في نادي الاتحاد اخوي محمد ترى في هذه نقطه هذه جزئيه انا اشعر ان المود والمزاج العام الاتحادي أصبح فيه نوع من المظلومية البكبكة ما تليق على الاتحاد ولا على جمهوره واضح؟ هذولي ضدنا لا هذا الجو هذا مال الاتحاد ماله في الجو هذا تاريخيا واضح؟ العام أي مالكم في القصة هذه نادي الاتحاد ماله في الاستضعاف والادعاء المظلومية ليست من ثقافة الاتحاد نهائيا هذه واحد ليش اتخذوا قرار في اللجنة هذه؟ الاتحاد عمره كان يركض وراء قرار لجنة؟ عدل فريقك يا عمي ولا عليك من الكلام ده. اثنين سؤالك اللي تفضلت فيه سؤال محير كل جمهور الاتحاد. أول شيء أنت مو صحيح كل جمهور الاتحاد يتساءل لأن في بعض جمهور الاتحاد يعرفون أنه كانت اللجنة عند نادي النصر قبل كم يوم وقاعد يلفون بين الأندية فأنت مركز مفهمينك في الجزئية هذه مو صحيح لا تروح ولا تقول كل قول أنا شايف أن الوضع كذا كذا فنرد عليك نقول لك مش نادي الاتحاد هم قاعد يزورون الأندية وكانت هم عند نادي النصر واضح؟ موجز سريع لأهم الأخبار الرياضية وصلت بعثة الأهلي السعودي في الساعة 2 من ظهر اليوم إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادا لمواجهة الوحدة الإماراتي مساء الاثنين المقبل على استاد النهيان بنادي الوحدة ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا 2020 فازت العداء السعودية نورة سعود بالمركز الثاني والميدالية الفضية لسباق 100 متر حواجز بزمن 19 ثانية وذلك ضمن منافسات ألعاب القوى في الدورة الخامسة للأندية العربية للسيدات المقامة بالشارقة كما انتزع زميلتها العداء رغد سليماني الفضية الثانية للقوة السعودية اليوم بعد حلولها في المركز الثاني لسباق 5000 متر خاض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضيف بيلاروسي الكسندر لوكاشينكو مباراة ودية بهوك الجليد في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود ولعب الرئيسان في فريق واحد وحمل بوتين شارة قيادة الفريق وارتدى قميص منتخب بلاده رقم 11 وانتهت المباراة بفوز فريق الرئيسين بنتيجة 13-4 وكان نصيب بوتين منها 3 أهداف
فاز الدراج الألماني في الباهاوس بفريق بحرين مكلارين بطل لسباق طواف السعودية 2020 للدراجات الهوائية اليوم بعد بلوغ نقطة نهاية السباق في قصر المصبك. وكان سباق طواف السعودية انطلق في مرحلة الأولى الثلاثاء الماضي بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض، وشهد مسار المرحلة الأخيرة من طواف السعودية مرور المتسابقين بأربع محطات بدأت عند جامعة الأميرة نورة ومنها إلى مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية ثم برج المملكة وصولا لقصر المصبك. إن شاء الله يوم الاثنين بعد بكرة راح تبدأ الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2021. فطبعا البطولة هذه يحمل لقبها نادي الهلال السعودي، وإن شاء الله يحقق النسخة الثانية هذه اللي بعدها يحققها نادي سعودي أيضا. الاثنين بعد بكرة عندنا بختكور الأوزبكي مع شباب أهلي دبي، والشوط العراقي راح يستضيف استقلال طهران الإيراني. الهلال السعودي راح يلعب مع شاهر خدرو الإيراني في دبي، والوحدة الإماراتي راح يستضيف الأهلي السعودي في أبو ظبي. يعني الهلال في دبي والأهلي في أبو ظبي. يوم الثلاثاء راح يكون عندنا ميلبورن فيكتوري الأسترالي يستضيف تشانغراي التايلندي، وأولسان الكوري الجنوبي يستضيف اف سي طوكيو الياباني، وسبهان الإيراني يستضيف العين الإماراتي، والشرق الإماراتي راح يستضيف التعاون السعودي، والنصر السعودي راح يوم الثلاثاء يستضيف السد القطري، والدحيل القطري راح يستضيف بيروزي الإيراني، وعندنا يوم الأربعاء 12 فبراير راح جومبوك الكوري الجنوبي راح يستضيف يوكوهاما اف مارينوس الياباني، وفيسل كوبي الياباني يستضيف جو هور دار وول الماليزي. لاحظوا ما في ولا نادي صيني ولا هونغ كونغي ولا، وكل ما العملية توسع طبعا عشان انتشار موضوع الكورونا. قبل الهلال طبعا وصل لدبي، لكن قبل ما يروحون دبي في التدريب الأخير كابتن محمد الشلهوب أهدى جوميز أكبر فنجال قهوة في المملكة العربية السعودية. طشت وحياتكم، مو هو فنجال، شايف وصلات هدية في جوميز، قهوة جوميز، صب القهوة صب القهوة حنودي على جوميز. أيوة أيوة بس يلا جوميز يس يس ذاك يس قهوة. You have to give me this for me alone. Thank you, Shaloup. You care about me before Asia. Thank you. طبعا بشكل سريع وصلت اليوم بعثة الهلال إلى دبي استعدادا لمواجهة فريق شهر خدرو الإيراني يوم الاثنين المقبل في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية دوري أبطال آسيا، وراح يقام اللقاء على استاد زعبيل بنادي الوصل الإماراتي. استاد زعبيل هذا ذكرى، تذكر أيام النصر والوصل ذي كان في قصة في ذاك الملعب، والذي اتخذ الهلال ملعبا محايدا لمواجهة الأندية الإيرانية. محمد جحفلي وأمير كردي لم يغادرا مع الفريق بسبب الاستبعاد الفني، ومحمد الشلهوب مع محمد البريك أيضا لم يغادرا بسبب الإصابة. الشباب يضغطون عليه يقولون الوقت انتهى، ودي كنت أكمل في هالملف، لكن إن شاء الله بكرة طبعا راح نحاول نعرض لكم لقاء كابتن عبد الله عطيف اللي أعطانا إياه والتقى فيه كابتن خالد زميلنا خالد الشعبي مراسل البرنامج في الرياض. شكرا لك موسى محيط. شكرا لك أبو بدر. يعطيك العافية عادل التويجري. شكرا لك أبو بدر. شكرا. بكرة موعد آخر، خليكم دائما مع SBC. أسبوع على خير.